المستمرة ليسن الإذاعة في ميدان المرموم وتحفة الميادين وعبر شاشة دبي ريسنج. انطلاقات أشواطنا متواصلة، شوط ينتهي وشوط يبدأ بالأثار والحماس في أرضية هذا الميدان. رابع أشواط صباحي هذا اليوم، وأعلنت انطلاقة ليكمل الجولة الأولى في هذا الصباح الجميل وفي هذه الانطلاقات الرائعة الخاص بالجعدان المهجنات. نسير مباشرة إلى المراكز الأولى لنشاهد يسيطر الغزال، يسيطر على مقدمة الشوط ويقود المشاركين. هلال بن سعيد بن هلال الظاهري يقود المشاركين ويندفع بالمركز الأول، يلي شاهين في المركز الثاني، ومحمد بن سعيد بن محمد الكتبي على المركز الثاني، بينما المركز الثالث نشوف هناك ثالث المراكز يتدخل في هذه اللحظات. نشوان سعيد بن سالم الكتبي على المركز الثالث في هذه اللحظات، بينما المركز الرابع تدخل من الجانب الآخر ووصل في هذه اللحظات مناور على المركز الرابع، وخليفة بن سالم بن علي المنصوري يندفع على رابع المراكز، بينما المركز الخامس يتدخل الصعيدي، يتدخل نواب بن نوح بن أحمد البلوشي يأتي في هذه اللحظات على المركز الخامس، بينما المركز السادس تواصل في سادس المراكز ويقدم شاهين لراشد بن عبد الله بن احمد المزروعي على المركز السادس، بينما المركز السابع وصل مقلوع في هذه اللحظات، مقلوع ومحمد بن سيف المقعودي تحرك في هذه اللحظه، بينما المركز الثامن ياتي في المركز الثامن مشاهدينا الاعزاء الشرقي تعود ملكيته لعواد بن عبد الله بن جروح الشمري في هذه اللحظات، بين بينما المركز التاسع هناك يتقدم شاهين وسالم بن علي بن راشد الغيلاني في المركز التاسع وعاشر المراكز. يا سلام، ياتينا في سيد وعلي بن محمد بن ناصر الشنجل المري. هذه نتيجتنا للعشرة المراكز الأولى مشاهدينا متابعينا الكرام في هذا المسار وهذا اللقاء وهذا التحدي الجميل الذي يحمل سن الإذاع وسن الإبداع والإمتاع في أرضية ميدان المرموم. أكملنا النداء للعشرة المراكز الأولى الذي ينطلق في هذه اللحظة. الغزال هلال بن سعيد بن هلال الظاهري يقود المشاركين ويندفع بالمركز الأول، يسيطر على مقدمة الشوط ويقود الجعدان المهجنات بأداء جميل وانطلاق رائع. يلي في المركز الثاني نشوان سعيد بن سالم بن طارش الكتبي هناك على المركز الثاني، بينما المركز الثالث ثالث المراكز يتقدم في شاهين ومحمد بن سعيد بن محمد الكتبي هناك ينطلق في هذه اللحظات على المركز الثالث، بينما المركز الرابع الشرقي ياتي في المركز الرابع وياتي عواد بن عبد الله بن جروح الشمري الذي يقدم الشرقي في هذه الانطلاقات ويندفع على رابع المراكز، بينما المركز الخامس مناور يقدم مناور وخليفة بن سالم بن علي المنصوري الذي يقدم مناور في هذا الاندفاع، بينما المركز السادس تدخل في هذه اللحظات ووصل شاهين راشد بن عبد الله بن أحمد المزروعي يتقدم في هذه اللحظات ووصل شاهين سالم بن علي بن راشد الغيلاني. هناك الغيلاني مقدم لنا أبو تركي هذه النوعية الجميلة وهذه الانطلاقات الرائعة، بينما المركز التاسع ياتي في مقلوع محمد بن سيف المقعودي، والمركز العاشر وصل هنا سيد العلي بن محمد بن ناصر بن علي الشندل المري. هناك ينطلق في هذه اللحظات هذه العشر المراكز الأولى وهذا مسار الجعدان المهجنات الذي تنطلق في رابع المراكز، تتقدم في هذه اللحظة، تنطلق إلى آمال الناموس والفوز في هذا الصباح الجميل في هذه الانطلاقات الرائعة. وعبر شاشة دبي ريسنج نقل مباشر وحي من ميدان المرموم في هذه الانطلاقات وهذه التحديات الجميلة. نعود إلى المركز الأول، لا زالت الأمور من صالح الغزال.
الغزال يسيطر على مقدمة الشوط. الغزال هلال بن سعيد بن هلال الظاهري. الغزال يقود المشاركين ويتحدى المنطلقين، وهلال بن سعيد بن هلال الظاهري يسيطر على مقدمة الشوط ويقود المشاركين. يلي في المركز الثاني الشرقي، الشرقي ياتي في المركز الثاني، وعواد بن عبد الله بن جروح الشمري ياتي الشمري وقادم في هذه المشاركة الذي تجمع أبناء الخليج محبي رياضة الهجن، محبي الأصالة في عالم الأصالة والتحدي والناموس. تدخل من الجانب الآخر شاهين وسالم بن علي بن راشد الغيلاني، يحمل آمال أهالي السلطنة في السلامات، أهالي سلطنة عمان المشاركين والملتقى الخليجي الجميل دائما في ميدان المرموم. المركز الرابع يتدخل سيد علي بن محمد بن ناصر الشنجل المري، يتدخل في هذه اللحظات، ولكن أشوف اسم جديد وصل الحر، تدخل الحر علي بن عبيد بن سعيد الخاطري، وصل في هذه اللحظات وتدخل لينافس على المراكز الأولى، وكذلك وصول من الوري حمد بن سالم بن سليم الاكتبي ممثل المدام الدايم، كذلك يأتي في هذه اللحظات في هذا الانطلاق الجميل، يقدم الواري في هذا الانطلاق، يقدم الواري في هذا الاندفاع، ولكن شوف الأمتار الأخيرة وشوف التحديات الأخيرة في مسار هذا الشوط، ولا زال يسيطر على مقدمة الشوط الغزال ولا الغزيل. الألف ومئتين ولكن الغزيل في المركز الأول، الغزيل مسيطر على المقدمة، يقود المشاركين. هلال بن سعيد بن هلال الظاهري يقدم الغزيل، شعار كذلك قدم في عالم الرياضة الكثير منذ فترة طويلة من الإنجازات ومن التحديات مع يودا ومع الكثير والكثير. الله يا الظاهري على هذه المشاركات وعلى هذه التحديات الجميلة. بينما وصل في المركز الثاني مهاجم تحرك في هذه اللحظات، وصل سالم بن إبراهيم بن سالم بالكور المزروعي، وصل بالكور المزروعي، تقدم هناك على المركز الثاني والمركز الثالث سيد لعلي بن محمد بن ناصر الشنجل هناك، واصل في هذه اللحظات ثلاثية جميلة، الثلاث المراكز الأولى، 600 متر الأخيرة، ولا زال اللي مسيطر الغزي الهلال بن سعيد بن هلال الظاهري، ولكن مهاجم وهو مهاجم اسم على مسمى، انطلق مهاجم. يا سلام، سالم بن إبراهيم بن سالم بالكور المزروعي أهالي الغربية وأهالي العين، وهناك الانطلاقات في هذه التحديات. يا سلام يا سلام، شوف الغزيل وشوف مهاجم الغزيل، عاد الغزيل. يا سلام، تهانينا هلال بن سعيد بن هلال الظاهري، تهانينا يا راعي يودة، تهانينا في هذه الانطلاقات هنا في السباقات الهجن وهناك في المزاين يودة كذلك، تهانينا هلال بن سعيد من هلال الظاهري على هذا الفوز. بينما المركز الثاني مهاجم سالم بن إبراهيم بالكور المزروعي، بينما المركز الثالث وصل في سيد العلي بن محمد بن ناصر الشنجل المري. المركز الرابع في هذه اللحظات وصل الخطر، تعود ملكية الحسين بن صالح الشمري. والمركز الخامس عموما على كل حال، بقية المراكز لجنة خط النهائي لها متابعة. نعود إلى التوقيت الزمني ونعود إلى الغزيل الذي قدم الأداء الجميل والانطلاق الرائع، قطع المسافة في 7 دقائق 27 ثانية بالوفاء والتمام. تهانينا الهلال بن سعيد بن هلال الظاهري على هذا الأداء وعلى فوز الغزيل بالمركز الأول في هذا الشوط. بينما وصل في المركز الثاني مهاجم قدم أداء جميل سالم بن إبراهيم بن سالم بالكور المزروعي، 9 دقائق توقيت الزمني و28 ثانية و3 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز المستحق. بينما وصل في المركز الثالث وكذلك قدم أداء جميل اللي هو سيد في هذه الانطلاقات علي بن محمد بن ناصر بن علي الشنجل المري، قطع المسافة في 9 دقائق 32 ثانية و9 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا الكرام ايها الحول الكريم، اجدد التحيه بكم مره ثانيه مع انطلاقه شوطنا الخامس وبدايه الجوله الثانيه مع هذه التحديات، مع هذه الانطلاقات الرائعه في صباح هذا اليوم ومع هذا السن.